خلاص خلاص خلاص، تيتي حطها له، يا جماله يا جماله، الأرجنتيني تيتي حطها له. 1-0 بنك بوبيان، بنك بوبيان عملها وكلمته قالها، وتيتي خلصها بعد ما درسها وفحصها، انطلاقة ايه، مهارة ايه، سرعة ايه، هدف عظيم. الله عليه الله عليه الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، أرجنتيني يا ولد، التانجو يا ولد. يسجل أول أهداف اللقاء، هدف جميل بقرار فردي من اللي كان مزعج في الشوط الأول وعمل خناقات كتير. شوف التنظيم عامل ازاي، حيطة من 3 منهم حارس المرمى واتنين بيحرسوا القائمين، هتهالوا تاني. الله الله، تكتيك تكتيك تكتيك، أي تكتيك يا ولد، أي تكتيك يا ولد. نعم يتكتك ونعم التكتكة، نعم الله على التكتيك الجميل من الضربة الحرة، عمل الباص اتنقلوا على طول نقطع. أسد الأسود الاتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي هو برضو هو تيتي، هو في الوقت بدل الضايع عملها النجم الأرجنتيني، ويسجل تاني أهدافه. أتحدث عن يونس محمود أنه من الأساطير التي لم تشارك في كأس العالم، والحديث جاء بهدف تيتي الذي يلعب مع رافد اللاعب العراقي. أسد من أسود الرافدين، وتيتي من الأرجنتين يسجل تاني أهدافه ليضع القدم اليمنى لبنك بوبيان في الدور نصف النهائي. الله على الاستخلاص، يا سلام على يوسف الخليفة، يا سلام يا يوسف. وتيتي اللي عمل مشاكل في الشوط الأول وانفعل وتوتر وتخانق كتير، فقد تركيزه وفقد خطورته في الشوط الثاني مع التانجو بالطريقة العربية الخالصة بتاعتنا، ينجح تماما في إحراز الهدف الثاني، وفرحة بنك بوبيان كبيرة.